أنا من سنة 60 في النادي الأهلي هنا بلعب ألعاب قوة. كان المدرب بتاعنا الضابط في الجيش وهو اللي جابني هنا، قال لي تروح النادي الأهلي، قلت له حد يطول يروح النادي الأهلي؟ قال لي ما تتمرنش هنا في الجيش، أنت تجيني النادي الأهلي. قلت له حاضر. بقيت أجي أتمرن هنا من سنة 60 في النادي الأهلي، اسمه أمين عبد اللطيف، من أيام 79-80 زي ما قلت لحضرتك. كان محمد عبد الوهاب الله يرحمه أسبوع يقولوا هيروح السعودية، وأسبوع يقولوا هيجي، وأسبوع يقولوا مش عارف إيه، وأسبوع إيه، وأسبوع الولد يعني بقى متلخبط. أنا ده تقريري أنا إن هو كان متلخبط وما كانش بينام بالليل. أما جه هنا كابتن علاء ميهوب كان مدرب وكان مجمع الفرقة عند الجون ده، عند الجون ده، وجيت وإحنا قاعدين هنا واخدين بالنا منه قبل ما يعمل أي حاجة وقبل ما التمرين يبتدي وقبل ما أي حاجة، بصينا لقينا محمد عبد الوهاب راح واقع في الأرض، وقع في الأرض. قلت له على جنبه على جنبه على جنبه علشان لا يبلع لسانه، نبقى محتارين بلع اللسان بلع لسانه ولا عمل إيه، على جنبه على جنبه. وطلعت جري عليه وهم لسه ما اتمرنوا، جري عليه. نهايته أنا والدكتور إيهاب علي رحنا طلعنا جري عليه وهم لسه، قعدت اعمل له في العلاج الطبيعي. قلت يا دكتور ايهاب اشيل رجليه على 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 كده، قال لي شيلي يا عم عطيه. رحت شايل رجليه على كتافي وقعدت اعمل له تنفس صناعي واضغط على واضغط عليه واضغط عليه واضغط عليه. وبعدين الاخر خدناه في عربيه وائل شيتوس، قلت يا جماعه واحد يجيب له عربيته ويروح نوديه مستشفى مصر الدولي اللي هنا ده، وخدوه ودوه المستشفى. كان هو مات قبل ما يوصل المستشفى. كابتن اسامه حسني برضه كنا في مره في بره وهو يفتكرها، كابتن اسامه حسني يفتكر يقول لك اه ولا لا. كنا في ماتش برده وطلع هيدز هو وزميله فاغمى عليه نفس الاغماءه وقعد اكتر من دقيقه مغمى عليه. انا بعرف الحكايه دي، بجري قبل الحكم حتى ما يأذن لي ان انا اجري، بجري عشان الحقه واضغط عليه واعمل على صدره واعمل. قلت له يا اسامه انت قعدت في الاغماء بتاعتك اكتر من دقيقه، اكتر من 30 ثانيه، واللي بيقعد اكتر من كده بيبات في المستشفى يعني 24 ساعه او ليله على الاقل 12 ساعه عشان يقيسوا له النبض كل شويه ويعملوا اجراءاتهم ويشوفوه السخونيه ومش السخونيه وحاجات كبيره. اوعى تنزل يا اسامه. قال لي لا يا عم عطيه. وكابتن اسامه حسني شاهد عليا، قال لي لا يا عم عطيه انا كويس اهو وشايفك كويس وعاملك كويس. قلت له لا ما يصحش تنزل، خطر، وعشان ايه؟ ما عندنا الاحتياطي بره ينزلوا. قال لي لا يا عم عطيه، يعني شوف حرصه، حرصه مش على نفسه، حرصه على الملعب. قال لي لا يا عم عطيه انا كويس، انا كويس وهنزل تاني. قلت له طيب يا اسامه انا عيني منك برضو انزل. ونزل وكمل الماتش اسامه حسني لغايه نهايه الماتش. كابتن الخطيب يعني قليل قوي ان هو يتكلم مع واحد ولا كده ولا كده، انما لو احتاجني في اي حاجه انا بروح، وكنت انا اللي بدلكم. يعني الكابتن الخطيب محمود بيه الخطيب ما كانش حد بيدلكم الا انا، وما كانش بيعوز الا انا، كنت انا وحمدي مكرونه احنا الاثنين بس اللي في التدليك وفي اصابات الملاعب. وهنا انا سافر سفريه بره وهو اللي عليه الدور يسافر سفريه بره، انا سافر بره وحمدي مكرونه يسافر، فكنا احنا الاثنين. فهو كان هو محمود بيه الخطيب كان هو اللي ايه يقول لي تعالى معطية تعالى انت ادلك. اقول له حاضر. بعد ما تخلص تمرين انت اول واحد عشان يطلع اول واحد واخده وخلص قبل منه. الكابتن حسام غالي كان اول ما طلع وشفته بيلعب معانا هنا، اول ما طلع الدرجه الاولى وجه عندنا هنا في الدرجه الاولى، قلت له يا كابتن حسام غالي انت هتبقى من ضمن احسن 10 لعيبه في العالم، اذا ما كنتش هتبقى من ضمن احسن واحد في العالم هتبقى من ضمن احسن 10 لعيبه في العالم. وهو الكابتن حسام غالي موجود ويسالني. انا ابقى غلطان لو قلت لك انا خدت 30 40 50، لان لما كنت انا كان في بطوله افريقيا، كان بطوله افريقيا وكاس افريقيا وبطوله الدوري العام وكاس الدوري العام
وسوبر افريقيا وسوبر الدوري العام، الاربعه دول كنا بناخد منهم اتنين على الاقل في السنه، على الاقل في السنه. لما ال 20 سنه دول اللي انا حضرتهم مع النادي، مع النادي الاهلي في الاخره دول، احسب انت لما تحسب اتنين حتى بس، دوري وكاس، دوري وكاس، دوري وكاس، دوري وكاس. هو اياميها كان ايام هيدوكوتي، اياميها كان هيدوكوتي بتاع المجر، قال لك لا اخذ الدوري والكاس كابتن هيدوكوتي، فقال لك لا انا ما اقدرش العب اربع بطولات في السنه، اخد دوري كاس وكاس افريقيا واخد السوبر وسوبر افريقيا وسوبر اللي مش عارف الكاس، قال لا انا ما اقدرش، اللعيبه ما تقدرش على كده. مدرب من المدربين يعني كان قبل ماتش اهلي وزمالك جه اجتمع بالكابتن صالح وقال له احنا لينا طلبات، احنا لينا مش عارف ايه وبتاع، اللعيبه لها طلبات، اللعيبه مش يعني من الكلام ده، فظهر ما كلموش ولا حاجه. فالمدرب ده خد اللعيبه وراح النقنده اللي قدامنا ديت النيل هيلتون وراح اجتمع بيهم، فقال لك اللي راحوا معاه ما يدخلوش النادي ابدا وهو ما يدخلش النادي ابدا. فالناشئين لعبنا بالناشئين 18 سنه بالناشئين وكسبنا الزمالك بالناشئين اياميها. ادي انا الكلمه اللي انا اقولها للناشئين، شايف يعني الناشئين لسه 18 سنه لا خدوا خبره ولا خدوا اي حاجه ولا بتاع، وجم وانتوا عليكم الرك وانتوا لازم تعملوا وتثبتوا وجودكم وانتوا لازم تعملوا، وكلام التحميس بتاع المدربين وشجع انتوا رجاله انتوا مش عارف ايه من الكلام ده. خدنا كسب مش كسبنا الزمالك 3-1 اياميها، كسبنا الزمالك. طيب اقول ايه اكتر من كده للناشئين؟ اقول ايه اكتر من كده للناشئين؟ بفرقه كسبنا نادي الزمالك المنافس للنادي الاهلي بالناشئين بعتاوله النادي الاهلي.